قال تعالى عن يونس عليه السلام في سورة الصافات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فنبذناه بالعراء وهو سقيم. لكنه تعالى ذكر في سورة القلم أنه عليه السلام لم ينبذ، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. إذن ماذا حدث مع يونس عليه السلام؟ هل نبذ بالعراء أم لم ينبذ؟ ما الفرق بين حلف وأقسم في التعبير القرآني من ناحية المعنى؟ فكلاهما يحملان نفس المعنى، لكننا بالتأمل في الآيات القرآنية يتضح لنا أن كل واحدة من الكلمتين تحمل دلالة مختلفة. فجميع الآيات التي احتوت على مادة حلف جاءت بمعنى الحنث باليمين واليمين الكاذبة، كقوله تعالى: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، أو كقوله تعالى: يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وأما القسم فقد ارتبط استعماله في التعبير القرآني بالأيمان الصادقة، كقوله تعالى: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وقوله: لا أقسم بهذا البلد. لكن ماذا عن الآيات التي تتحدث مثلا عن قسم الكفار والمنافقين؟ كقوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أو كقوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. القسم كما ذكرت لكم تم استعماله في التعبير القرآني للدلالة على الأيمان الصادقة حتى وإن كانت صادرة من الكفار والمنافقين، فهؤلاء إذا ما أقسموا صادقين في قسمهم لا كاذبين بالنسبة لاعتقادهم ولما في قلوبهم، فذلك يعتبر من ضمن القسم حتى وإن كانت الحقيقة مخالفة لما أقسموا عليه. والله تعالى أعلم. نعود لسؤالنا الأول: هل نبذ يونس عليه السلام من بطن الحوت بالعراء أم لم ينبذ؟ العراء في اللغة هو وجه الأرض الخالي الذي لا شجر فيه ولا شيء، والذين ظنوا أن هناك تعارض بين الآيتين لم ينتبهوا إلى أن هنالك فرقا بينهما. ففي آية الصافات: فنبذناه بالعراء وهو سقيم، أي أن النبذ من بطن الحوت إلى العراء حصل في حال كون يونس عليه السلام سقيما. أما في قوله تعالى في سورة القلم: لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، هنا النبذ إلى العراء حصل أيضا، ولكن تداركته نعمة من ربه فلم ينبذ وهو مذموم، بدليل أن الله تعالى أرسله إلى أهل نينوى ليواصل مسيرة الدعوة هناك، ولو كان مذموما لما أرسله ربه. والنعمة التي تداركته في الآية هي قبول توبته واعتذاره من الله ومداومته على التسبيح له. وفي علم النحو حرف لولا يسمى حرف امتناع، ومعناه أن نبذ يونس عليه السلام بالعراء أمر قد حصل لكن وهو مذموم لم يحصل. هذا والله تعالى الأعلم.
قد أفلح من زكاها